بحلة جديدة. ملعب ألعاب القوى الساتو التابع للمركب الأولمبي محمد بوضياف يفتح أبوابه بعد عملية تأهيل شملت إنجاز المضمار الرئيسي بمقاييس دولية مع تجديد الإنارة وزيادة عدد الكراسي في المدرجات. بعد انقطاع لأسباب تقنية وأسباب الوباء دامت أربع سنين، الساتو عاد لبس حلة جديدة وبتهيئة تنطبق للمعايير الدولية، إعادة تأهيل كل المنشآت الخاصة بالألعاب القوى وما جاور ذلك، وخاصة للفئات المعوزة يعني لي بي ام ار موبيليتي ريدويت اللي يمارسوا ألعاب القوى. وفي سابقة هي الأولى من نوعها في الجزائر، استفاد هذا الصرح الرياضي من مضمار منحدر وآخر لإجراء الإحماءات بالإضافة إلى حوضين للاسترجاع. كان منحدرات طبيعية، وهذه أول مرة يصنع منحدر مضمار منحدر بثلاث درجات في الساتو. عملنا على إدماج تقنيات جديدة فيما يخص التدريبات في ألعاب القوى. مثل هذه الفضاءات الرياضية المهيئة تعتبر مكسبا لرياضي النخبة ودعما للمواهب الشابة الطامحة لتشريف الراية الوطنية بتمثيلها في أقوى وأعتى التظاهرات الرياضية.